مكملين بآخر فقراتنا الصباحية ووصلنا لفقرتنا الطبية يا نور. أكيد زينب، اليوم نحكي عن موضوع طبي وكتير مهم اليوم، أكيد عن فيروس كورونا كورونا وآخر المستجدات الجديدة فيه، خصوصا محور دلتا، تحور دلتا. أكيد اليوم بدنا نعرف أهمية اللقاح اللي صار منتشر ويعني موجود بأغلب المراكز الصحية، وخاصة بعد ما صار في أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا، وصل بعضها لامتلاء بعض المراكز صحيح، والمشافي ببعض المحافظات لنسب كتير عالية. اليوم بدنا نعرف أهمية اللقاح والتفاصيل مع الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر، أمين سر الرابطة السورية للجراحين العامين. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح يسعد صباحك دكتور. خلينا يمكن مثل ما عم نسمع بالاونه الاخيره مع متحور دلتا والاصابات وزيادتها، ودائما في مخاوف عند كل الناس، اخر المستجدات الطبيه فينا نقول مع اللقاح، لانه في كثير من الناس يعني ضمن الحمله الوطنيه للقاح في كثير من الناس استجابت، في ناس لا كان عندها تخوف. اليوم عم نشوف اصابات كثير، في امتلت المشافي ببعض المحافظات السوريه، بس بنفس الوقت بدنا نطمن الناس ونخليهم يديروا بالهم شوي. طب نحن حنحكي شغله صغيره، اخر دراسه صارت من شهرين بجامعه هوبكنز، المرضى المقبولين باصابات كورونا عفتهم بالمشفى هوسبيتاليزد، او المرضى المقبولين باليناير، او المرضى اللي احتاجوا لتهويه اليه تمام الحديث، لقوا نسبه عند فوق 95% من الناس اللي احتاجت قبول بالمشافي هي ناس غير ملقحه. هي دراسه امريكيه وموثقه، ما فيش اسمه. الناس اللي دخلت عنايه عفتهم 99% غير ملقحين، 1% ملقحين. الناس اللي احتاجت تهويه اليه كلهم كانوا غير ملقحين. فهذا الدراسه بتعطيك يعني كنت فوكس لك على شغله كثير مهمه، انه اللقاح اي نعم ممكن ما يمنع اصابه ولكن بخفف شده الاصابه. صحيح، خفت يعني بخفف الحاجه للعنايه المشدده، الحاجه لاستخدام منافس والاكسجين. فهي من هالحكي هذا بين اهميه اللقاح بشكل عام. في تصريح للدكتور عصام امين من يومين كمان نفس الحكي، مرضى اللي عندنا بسوريا مقبولين بمشفى المواساة، الاغلبيه العظمى فوق ال 95% مرضى غير ملقحين. طيب نحن صارت الحمله الوطنيه من فتره الاسبوع الماضي، عرفت كيف؟ كان الغايه منا نحن نحاول نوصل لتارجت معين هو 3-4% هم الناس الملقحه. طبعا نحن حتى نعمل مناعات قاطيه بتعرفوا بده يكون فوق ال 65% من المجتمع انصاب او تلقح. صحيح، هذا رقم صعب نوصل له، امكانيات اقتصاديه وامكانيات لقاح، بس يعني ان شاء الله بنوصل، يعني لانه من نهاية العالم كله بده يوصل لهالحكي هذا بسوا. يعني نحن عم ناخذ لقاحات من منظمه الصحه العالميه او في تبرعات او نحن عم نشتري كذا، من هاي نحن ما فيك تترك تعزلي منطقه ما تلقح ومنطقه تلقح، لانه حتصير تحولات، ما هو متحول عم تصير منطقه عم تكون فقيره اللي ما فيها لقاحات. تمام، الشيء اللي صار شغلتين، في ناس سلبيين جدا انه اللقاح مو حيساوي كذا والحكي هذا، يعني سمعنا كثير تخايف وكثير قصص، للاسف ما كان في توعيه عليها مثل عام الناس انه هالحكي مو ظابط او حكي غير صحيح. هي نقطه. النقطه الثانيه، قسم كبير من الناس اللي تلقحت كان لقاح تبعه بداعي السفر، يعني انت دول مثل الخليج كذا مشان العماله وكلها ما بتقبل الا تكون ملقح او لقاح معين استرازينكا مثلا. صحيح، تمام، فتلقحوا بس صاروا وين؟ بالخليج. فنحن ما يعني الرقم تبعنا ما طلع، لانه نحن هدول صاروا يعني تسربوا تلقحوا عنا بس تسربوا لبقى عفوا، لذلك كان من يعني في اقبال على الحمله ما كل قد او ما وصلنا للرقم ممكن نحن متوقعين انه نوصل له عفوا او لازم نوصل له، ولكن لساتنا عم نسمع كثير ناس عم تحكي ما بدنا وبدنا وكذا شلون. هلا الشيء الجديد انجلترا وامريكا هلا عم يحكوا بالجرعه الدعم الثالثه، يعني حتفرجيك اهميه اللقاح، الجرعه الدعم الثالثه حتكون من غير اللقاح اللي اخذوا اول جرعتين مثلا فاصل 6 شهور. هلا التركيز على الناس الكبار السن فوق ال 65 سنه، العاملين الصحيين لانه هدول كثير تماس مع المرضى، والناس اللي عندهم امراض مضاعفه المناعه، فصاروا عم يحكوا بالجرعه الثالثه ونحن لسه بنقول ناخذ او ما ناخذ. يعني هي الشغله اللي حابب نوه عليها اكثر شيء. نعم، طيب خلينا نحكي كمان على المتحور دلتا. العالم اليوم عم تشهد أعراض مختلفة، كل مرة نوع جديد، كل مرة أعراض مختلفة، كل مرة كل حدا بينصاب بأعراض مختلفة عن الآخر. هلا كفكرة وقت ما بلش الفيروس بأواخر شهر 9 2019 صرنا شايفين أربع متحولات، يعني هاد أساسيين. طبعا المتحولات العادية فوق 250، بس هدول أساسيين، كل واحدة متحول هندي كان على موجة دلتا، لا متحول دلتا.
المشكله بمتحور دلتا شغله كثير مهمه، انه نحن كنا اول شيء انه الفيروس يعف على الاعمار الصغيره، لا عم يصير اعمار صغيره. صحيح. تمام. كنا الاعراض اكثر شيء فقط شم وذوق قصص، فتطلع منسيات يعني هلا عم تجي مثل الجريب عادي بس شده اقوى. صحيح. فنحن ما كثير عم يتفاجئ معنا. هلا كفكره ثانيه انه الحضانه تبعت منه هي اللي كانت مشتوي، كنا حضانه نقول 11 12 يوم، لا هلا حضانته هذا خلال 48 ساعه، يعني اذا صار واحد عم بين اعراض بشكل سريع. كخلاف البي سي ار كتحليل نحن نحدد قشطون كثير حتى عم تطلع سلبيه وعم تقلب خلال 24 ساعه، فنحن هي المشكله فيه انه حضانته سريعه، انتشاره اسرع، وعم يصيب اعمار اصغر، فلذلك عم يكون بقى انه الاصابات اكثر. هذا بدي اسالك عنه، العدوى والانتشار، ويمكن ذكرت نقطه كثير مهمه، حتى التحليل ما عم يبين، يعني بعد ثلاث ايام من الاصابه، هو انا كيف فيني اعمل التحليل؟ من اول يوم ثاني يوم ولا ثالث يوم لتبين؟ يعني في كثير ناس بتقول لك معي ترشحات بس هلا الافتشاحات هي تعبير شعاعي شلون بالنسبه للرئه شلون نحن عم نزع على صوت الاشعه بنشوف نحن بنسموه افتشاحات شلون لقينا في اصابه فيروسيه او اصابه التهابيه معينه شلون الفصل هو البي سي ار او نحن نعمل اضداد الاي جي ام نشوف الجديد انه في اصابه حديثه تعمل حديث او نحن كمان الطبقه المحوريه في مناظر وصفيه جدا نحن انه هذا عندنا كورونا عرفت كيف بس نحن كفكره انه البي سي ار هلا حاليا التوجه حاليا انه ما ينجرى بشكل روتيني، يعني ما ينجرى الا لمريض عنده اعراض، ما ينجرى اذا واحد ما في حراره ما في حمى ما في داعي تسال بي سي ار، انه انت بدك تلك عم تعمل بي سي ار وبعد 48 ساعه عم يقلب بيصير ايجابي وبلش اعراض كذا، فاذا ما في اعراض انه ما يتساوى، هي كانت يعني بتركز اكثر على الاصابه او عدم الاصابه، بس نفس الوقت نحن في مرضى بيكون حد حضانه بس نحن ما نكشفه معنا، بس التوجه حاليا انه لا ما يصير بي سي ار الا لا مريض فعلا بس العدوى والانتشار عم نشوفهم يمكن بطريقه بشكل اسرع اليوم مع متحور دلتا هلا المتحور اللي تعمله عم كل الوضع انه انت عم يعني ما يكون في اعراض خلال 48 ساعه بتصير في اعراض وبتبلش يصير معدي طول ما في اعراض في عدوى عرفتوا بس عم لك هن يعني شغله اقتصاديه ونفس الوقت يعني مشان تكون نحن عم نركز تماما انه في اصابه في اصابه اذا ما كان في اعراض ما بتساوي بي سي ار فتره من فترات كانت بتساوي روتين للكل حتى بالمطارات البقع شو انه صار لا انه يعني عينات عشوائيه وشخص عنده اعراض بس ما في اعراض ما في داعي تسوي نعم طب اليوم يمكن عم نحكي عن موضوع كان تقريبا خلينا نقول السنه الماضيه شهر 2 تحديدا اول ما بلشت اعراض الكورونا بالعالم كل الناس تخوفت عندها اجراءات وقائيه هلا بتحس انه خف هذا الشيء عند الناس مع انه صار في تحول خطير للفيروس وبنفس الوقت صار في لقاح فهن معتمدين على اللقاح حتى انه يتلقح انه مستحيل ينصاب فخلينا نصحح هي المعلومات وخلينا نقول هل ممكن تجي اصابه شديده على الملقح هل اختلاف لا. انواع اللقاح كمان لانه عم نشوفها انه انت اخذ كذا بتحس حالك انت بباريس والثاني من عفوا هلا نحن شغله انه هذا اللقاح معتمد بهالدوله او هالدوله شلون هي شغله تجاريه بحته شلون وسياسات دول لكن نحن دائما نحكي احسن لقاح اللقاح اللي فيك تاخذه يعني سواء روسي سواء صيني سواء اللقاح اللي انت موفر بالنسبه لك ببلدك او موفر بمركز صحي عندك هذا احسن كله لقاح بفيد. هلا مركز صحيه في ناس انه انا عندي سفر مثلا عندي كذا شو عم اعطيك انواع معينه مشان انه يسهلوا لك امورك بس اللقاح اللي بتاخذه انت شلون نحن تعرف يعني نطلع له الكل ياخذ لقاح وكلياته نحن مو بارد انه والله ايه بدي وما بدي وجا على بالي مو جا على بالي شلون هي شك صغيره شلون اذا كان سبوتنيك لايت شلون او شكتين شلون اعراض كثير بسيطه الاعراض مهما كانت نحن صار ما صار كذا والله فلان هن واجبهم يحكوا اي اختلاط او كذا صار لحتى يشوف موثوقيته واعتمدت اللقاح، لكن مثلا بقول لك انه مثلا احد اللقاحات انه والله بيساوي جلطات، طيب ما انت الجلطه المعينه كنسبه بشكل عادي شلون الناس بسم معينه شلون نسبه الجلطات عنده من اعلى من نسبه انه اذا اخذت لقاح او اخذت لقاح لكن الشغله الثانيه تعال شوف هلا المرضى بالعنايات وكذا شلون مرضى خوف العالم بتقول انك احنا ياما ناس شفناهم توفوا قريبين وكذا يا ريت واخذ لقاح ليش ما كان في لقاح ليش ما كذا شلون يعني نحن هالالم هذا والضغط النفسي كذا والضغط اللي عم يصير على زملائنا المقيمين بالعنايات اللي بيشتغلوا بالعنايات مصدقين صحيح تحيه لكل الكوادر الطبيه صحيح انتم ما حد يعني ما بتحس فيه حتى توقفي فنحن الله سبحانه وتعالى شلون سخرنا شغله نحن ممكن نستفيد منها شلون ونخفف هالحكي شلون اللقاح ما بيمنع الاصابه 100% ممكن واحد ملقح يكون حامل ولكن يمنع شده الاصابه هيدا نقطه كثير مهمه تماما حديث بانه ما قاعد مثل الرشح عادي بيحتاج عنايه بكذا شو والتكاليف نحن شايفين التكاليف سواء على الدوله اذا كان مشفى عام وسواء انه على القطاع الخاص اذا كانت يعني ما كل انسان عنده هالامكانيات هي
والنقطه الثانيه يعني نحن هلا وصلنا مرحله عم نحكي هلا انه في مبدا من محافظه لمحافظه انه معنا اماكن بالعنايات اشلون يعني نحن خطه بي بس معدله شوي ما اخذناها بكامل حذافيرها اشلون شوي ثاني ممكن نوقف عمليه البرد تبع السرطان تبع كذا اشلون طب انت نحن ليش حتى نفوت هالفوته هي كلها اشلون وفي عندنا شغلتين لقاح طيب وما بدنا نتلقح مثلا كذا الشيء الثاني اخي التباعد الاجتماعي الوسائل الوقايه ما ننسى الشيء الاساسي الكمامه ابتعاد عن تجمعات واحد الغذاء يكون صحي سليم تعرض للشمس يعني هي توازي هي شلون توازي اللقاح يوازي انه انا نحن هلا بدنا نعمل حفلات وبدنا نعمل وبدنا نروح وتعازي وكله اخي شو والله نصب ليش نصبنا في القصه كلها وما بدي اخذ نحن بلشنا في كذا كان في دور في للتقصي الوبائي الحاله 27 بكويا اللي حكوا عنها شلون هي انه والله راحت على المشفى شافوا لا ما بدي اسوي بي سي ار بهذاك الوقت ما ساويت راحت على تجمع بكنيسه كان في عبس هذا راح تحضر مباراه شلون هي صابت 2300 واحد صحيح وقت لحقينا تماما شو صار شلون طيب شخص واحد مصاب ممكن يصيب يعني مشكله انه انت تكاثر سريع شلون هذا بيوقع النظام الصحي مهما كان النظام الصحي يعني شفنا ايطاليا اول ازمه اسبانيا كذا الانظمه الصحيه متطوره وكلها شلون ومع ذلك ما غضوا يسيطروا على الفيروس شلون والنظام الصحي تبعهم فتره من فترات انهار بشكل كامل شلون نحن ليش وصل الحكي هذا شلون يا تلقح وحتى اذا تلقح ضل في شغلات تباعد اجتماعي الكمامه بتاعت عن الزحام كذا شلون يا اما سوي هدول الشغلات شلون اما نحن لا هيك ولا هيك يعني نعم لسه مو كثير ظابطه يعني اكيد بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس وتحيه من القلب لكل الكوادر الطبيه اللي عم تقوم مجهود كثير جبار هن الجيش الابيض اللي عم نفقد كثير من الدكاتره المهمين بس لحمايه اليوم المرضى واشرت لنقطه كثير مهمه بالختام دكتور اذا ما بدك تاخذ لقاح ونحن نتمنى يعني حمله توعيه للكل اللي قادر ياخذ لقاح لو ما انه مقتنع فيه ياخذ لقاح لانه بخفف شده الاصابه شكرا كثير لك على وجودك معنا شكرا كثير شكرا لك دكتور على كل المعلومات ونتمنى الخير والصحة لك ولكل مين كان معنا